كلية الإعلام بالجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات عقدت مؤتمرها العلمي السادس بعنوان الإعلام وقيم المواطنة وحقوق الإنسان. المؤتمر ده بيناقش دعم مفهوم المواطنة ونشر الوعي بشأن حقوق الإنسان تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس بتفعيل الحوار الوطني والتوعية بالجهود الوطنية الخاصة بحقوق الإنسان. كلية الإعلام احنا لينا كل سنة بنعمل مؤتمر، المؤتمر ده بيبقى حياة جميلة قوي للطلبة أو لغير الطلبة، الباحثين كلهم بيبتدوا يفكروا في أفكار جديدة، ودايما التايتل بتاع أو العنوان بتاع المؤتمر بتاعنا بيبقى حاجة لأساسيات موجودة حاليا عندنا، فإحنا في احتياج ما هو حقوق الإنسان وبنعرف بيها الطلبة بالذات عشان يبقوا طالعين ده الشباب بتاعنا يبقى عنده توعية كاملة على إزاي يحافظ على البيئة بتاعته، إزاي يبقى ما بيسمعش الحاجات الخارجية اللي هي يعني تديله أمراض خارجية أو أي حاجة غير إنه يبقى غير ملم بالبلد وغير قادر على إنه يحافظ على هذه البلد. المؤتمر بيناقش على مدى يومين الدور الذي يمكن أن يقوم به الإعلام في دعم ونشر مفاهيم المواطنة وحقوق الإنسان، وده من خلال مجموعة من البحوث تقدم بها باحثون في الجامعات المصرية والعربية تناقش هذا الدور، وسوف تناقش هذه البحوث عبر 5 جلسات علمية يترأسها أساتذة الإعلام في الجامعات المصرية. إلى جانب ذلك نستضيف مجموعة من خبراء وأساتذة القانون والإعلام لمناقشة الدور الذي يمكن أن تؤديه وسائل الإعلام في مجال إشاعة روح التسامح والوطنية والمواطنة ودعم حقوق الإنسان، وذلك اتساقا مع ما تقوم به الدولة من جهود لإرساء مفاهيم حقوق الإنسان. سعيدة جدا جدا بتكريمي النهاردة واستقامات كبيرة جدا من مؤسسة علمية إعلامية كبيرة زي الجامعة الحديثة وكلية الإعلام في مؤتمر هام والمؤتمر السادس للإعلام ومناقشة المواطنة وحقوق الإنسان، فتكريم على راسي من فوق وسعيدة جدا بالتكريم ده. أنا سعيد بهذا التكريم خاصة إنه من يعني كيان مهم جدا في العملية الإعلامية وهو بيعد أبناء هذه المهنة وهذا المجال، فأنا سعيد جدا وبشكر القائمين عليه.